لقد تسارعت عجلات التاريخ في يوم عاشوراء، فكبر الأطفال في نصف نهار بأكثر مما يكبر أمثالهم في نصف قرن. وتصرف الأطفال كقادة ربانيين وزعماء عظام. كلما استخدم العدو العطش سلاحا في وجه الحسين وأصحابه، أشهر الحسين وأصحابه الصبر سلاحا في مواجهته. وكلما رفع العدو السيف سلاحا لمواجهة أهل البيت، أشهر هؤلاء الدم في مقاومتهم، وانتصر صبر الحسين وأصحابه على العطش كما انتصر دمهم على السيف. لقد أحرق العدو خيام الحسين عليه السلام، وهدم ما كان يملكه أهل بيت النبي من البيوت، فبنى المؤمنون للحسين ملايين البيوت في كل بلاد العالم، وسموها الحسينيات، وأوقفوها للحسين وأهل بيته. ما فعله العدو بأجساد شهداء الطف يكشف إلى أي مدى يستطيع إبليس أن يحمل أولياءه من الآثام ويورطهم في الإجرام. لقضية الحسين جانبان، جانب الجسد المقطع وجانب الحق المضيع. فإذا بكينا على الجسد المقطع، فلكي نشحذ عزائمنا وهممنا من أجل استعادة الحق المضيع، ولن نفصل ما بين الدم وما بين الحق. لقد فعل بنو أمية بأهل بيت رسول الله ما لا تفعله الذئاب والضباع بضحاياها. حقا إن من ينسلخ عن دينه يرتكب الجرائم بأسهل مما يشرب كأس الماء.